نتحدث أكثر عن الأسواق الناشئة وتحديدا أيضا الاقتصاد الصيني مع السيد جميل أحمد كبير محلل الأسواق في FXTM. جميل أهلا بك من جديد في استديوهاتنا في دبي. وبدعنا نبدأ الحديث جميل عن اقتصاد الصيني. يعني شهدنا مفاجأة ربما يوم أمس مع هذه أرقام الصادرات القوية وجميع الأنظار هي متجهة إلى يوم غد والناتج المحلي الإجمالي. بداية كيف قرأت أرقام الصادرات والتراجع أيضا في الواردات على الرغم أنه جاء أفضل من التوقع؟ كيف قرأت يعني اليوم هذه الأرقام؟ شكرا. Thank you very much. شكرا على استضافتي. إنه من دواعي سروري أن أكون معكم. إن البيانات الصينية أتت مذهلة وبالطبع كان هذا مفاجئا، فإن أرقام الصادرات ارتفعت أكثر مما كان متوقعا. هذا يقترح بأن الاقتصاد الصيني ليس فعلا معرضا إلى ضعف الاقتصاد العالمي كما توقعنا من قبل وليس هشا. وربما هناك اقتراح بأن الرنمبي الأضعف يساعد على زيادة من حيث الصادرات، وهذا يعتبر مهما جدا وعلينا أن نترقبه مع المضي قدما. بالنسبة إلى الاستيراد، بالطبع أن الاستيراد قد انخفض مرة جديدة ما كنا نشير إليه منذ سنة، فإن الاقتصاد الصيني يتباطأ وهذا ليس بمشكلة للصين، لأنني دائما أسافر إلى الصين وألاحظ أنه على هذا يشكل مشكلة لكل من كان يعتمد على الاستيراد، أي تصدير المنتجات إلى الصين. هذه هي الدول التي تتأثر، فإن طموحات بالطبع بنك الشعب الصيني أن يسجل 6.5% كنمو هو فعلا طموح كبير، وغدا ربما الأرقام ستأتي مفاجئة وأنا أنتظرها. يعني المفاجأة قد تكون أكثر على الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6.7% وهي المتوقع الذي تحدث عنه الاقتصاديون. إن أرقام الصادرات صباح البارحة فعلا كان مفاجئا، ونحن نلاحظ أن القطاع المهم فقطاع التصنيع، نرى أن هناك مخاوف كبيرة بأن هذا الضعف الاقتصادي العالمي سوف يؤثر بدوره على الصين. إن أرقام إجمالي الناتج المحلي يتوقع أن تأتي قوية أقوى من الإنتاج إجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة، ولكن أعتقد بأن 6.7% قد يكون فعلا رقما يمكن تسجيله. إن العديد من المؤسسات المالية والعديد من الشركات المالية تتوقع أن يأتي معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 6.5%. ربما التوقعات غدا ستصبح حقيقة وربما لا، ولكن هناك الكثير من الأسئلة التي ستطرح حول أين يتباطأ الصين الاقتصاد الصيني وكيف سيمضي قدما. جميل، خلال الفترة الماضية كان دائما الفيدرالي يركز على ما يحدث في الأسواق العالمية لا سيما في الأسواق الناشئة وما نشهده من تخبط ربما في نمو هذه الاقتصاديات. بحال جاءت الأرقام برأيك إيجابية في الصين، كيف سينعكس ذلك بالنسبة لقرارات الفيدرالية المستقبلية؟ هذا سؤال مهم جدا، لأن ثاني أكبر الاقتصادات العالمية لا يتباطأ. هناك مخاوف ولكن هذا يزيد من التفاؤل الاقتصادي حول النمو الاقتصادي العالمي. إن الفيدرالي سوف يستمر برفع أسعار الفائدة هذا العام. شخصيا أنا لست متأكدا من ذلك. أنا أعتقد بأنهم سوف يلتزمون بنية رفع أسعار الفائدة، ولكن هناك مخاطر كبيرة يواجه الاقتصاد العالمي اليوم. صندوق النقد الدولي بالطبع قلص من التوقعات، البنك الدولي، منظمة OECD شهدنا الكثير من التخفيضات للتوقعات، وشهدنا ضعفا في الدولار، ولأن المتداولون يتوقعون رفع أسعار الفائدة. إن أيضا أسواق العقود الآجلة ليس مهتما بأن فعلا نشهد رفع لأسعار الفائدة هذا العام، ما يريد ذلك. إذا ما نظرنا إلى أيضا شهية الاقتصاد العالمي نرى بأنها ما زالت ضعيفة. بالنسبة البيانات الاقتصادية الأمريكية وكي تبقى قوية ولكي يبقى أيضا التفاؤل قائما بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة، فنحن بحاجة إلى أن تكون أسعار السلع ضعيفة لفترة مطولة، وبالتالي حتى ربما لن يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. كان الخبر الذي قرأناه منذ قليل عن تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار، كان الاقتصاديين لم يتوقعوا تخفيض جديد لقيمة العملة، ولكن ها
هو المركزية أو بنك الشعب الصيني من جديد يخفض قيمة العملة، هل نتوقع أيضا خطوات مقبلة خلال العام الحالي؟ Well, actually, on my previous interview, I was last time I came to CNBC. عندما حضرت إلى CNBC في المقابلة السابقة كنت متفائلا حول العملة الصينية، وذلك لأن الأسواق كانت تحتسب ضعف هذه العملة، وهناك أيضا توقع بأن نشهد المزيد من الاستقرار في الربع الثاني، ولكن العملة الصينية تبقى ضعيفة، ولكن ليس عند المستويات الاستثنائية كالضعف الذي شهدناه في الأشهر الماضية. سوف نشهد المزيد من الاستقرار في الربع الثاني. ولغاية الآن رأينا البارحة أيضا بعض التذبذبات، ولكن في النصف الثاني من عام 2016 أتوقع أن عندما يكون بنك الشعب الصيني ناشطا مرة جديدة لإضعاف العملة، ربما أن البيانات سوف تبين أن إجمالي الناتج المحلي لن يكون عند المستويات المستهدفة للصين. هل ترى جميل بأن هناك أيضا ربما بعض المخاطر المحدقة في الاقتصاد العالمي خارج الأسواق الناشئة وممكن أن تؤثر في الأسواق الناشئة؟ One economic event that I'm really looking out for in Q2. نحن نترقب حدثا اقتصاديا كبيرا في النصف الثاني. الاستطلاع في شهر يونيو في المملكة المتحدة. نحن لا نعرف كيف ستكون ردة الفعل. أذكر أيضا بأن الأسواق كانت قد تأثرت بشكل كبير حول اقتصاد صغير وهو كان اليونان. الأسواق جن جنونها. فعندما ننظر إلى أكبر اقتصاد في العالم، المملكة المتحدة تخرج من الاتحاد الأوروبي، سوف يؤثر على شهية المستثمرين، والمستثمرين سيتجنبون المخاطرة وسوف يترددون بالدخول إلى الأسواق الناشئة وسينجذبون أكثر نحو اليان الياباني. لذلك في الربع الثاني ما سلت إيجابيا حول اليان الياباني. لا أعتقد أن بالضرورة أن هذا اليان فقد قوته لبعض الوقت، ولكن في عام 2016 نحن جد إيجابيين بالنسبة إلى اليان. طيب دعني أعود فقط إلى البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الصيني. هل هذه البيانات من شأنها أن يعني تقلص حركة هروب الأموال من الاقتصاد الناشئ أو من الصين إلى الاقتصادات المتقدمة؟ بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية، لكي تزداد جاذبية المستثمرين نحو الأسواق الأوروبية فهم بحاجة إلى المزيد من التحفيز من قبل المركزي الأوروبي. بالنسبة إلى الأسواق الناشئة أكثر جاذبية اليوم لأنهم قد وضعوا جانبا توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمتداولون دائما يعتبرون أن الاحتياط الفيدرالي لن يكون ناشطا هذا العام بأن يقوم برفعة إضافية. وفي الأسابيع القادمة وحتى في الشهر الماضي قد شاهدنا أيضا بعض الأسواق الناشئة تشهد ارتدادا على وجه الخاص على مستوى العملات إندونيسيا روسيا. كل هذه العملات كلها عملات الأسواق الناشئة قد ربحت بعض الزخم. نعم سيد جميل أحمد كبير محلل الأسواق في FXTM، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم. شكرا. Thank you.